Ja, okay. Fahr doch hier hin. Bueno. الله اكبر، وين الخنزير؟ وين شبيح يا شباب؟ الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! إذا كانت عنيفة بالقرب من مؤسسة المياه في مدينة بيكون. الله أكبر والعزة لله. الغنائم. الله أكبر. الجبهة الإسلامية بالتعاون مع فصائل الجيش الحر. الله أكبر. تمت السيطرة على جرافة وبلدوزر وتركتور. الله اكبر. وبكب 14.5. الله اكبر. 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 الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لواء سود الإسلام تابع لفيلق الشام. نفسه بس هذا. لك مقتل شبيحة. الله أكبر. اي هذا وين كسرت كسرت حد يا راح بس بس هذا فات الجيش سكرت الساعة يعني زهره
انزل 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 يا كنزل. تولي جامش جامش لا ترمى بعد المهم يا اصلا قريبين كختل خرابي كختل كافي عباس اطلع من فوق عباس درباك عباس يبو فوق راسي يا سهراء عباس انزل منزل بس قدر انا نسحب جوي مو جوي طب صار قادر يستحمس بابا يا قادر فيه انا املك انا صاب قدامني املك يا زيد ترمي عباس لا عفوا بياض عباس فرجيك هل جمعتنا سحبة ومشي ما صار لك خاف عفوني راحوا لا عفوني لو عرفة مو تمروا
الساعة 8/2014 والعاديات، استهداف دبابة على جبهة كفرية في مرسى التلة. الله أكبر ولله الحمد. الساعة 8/2014. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدمير دبابة، اشتعال دبابة. الله أكبر. 9/8/2014. الله أكبر. اشتعال دبابة على برج تلة جبهة كفرية. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. لواء العاديات، تدمير دبابة واشتعالها على مرسى التلة في جبهة كفرية. الله أكبر والعزة لله. استهداف دبابات الأسد في الفوج 137 الكتيبة العاملة في الغوطة الغربية التابعة للواء شهداء الإسلام بصواريخ التاو. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. استهداف دبابة داخل الفوج 137 من الكتيبة التابعة التابعة للواء شهداء الإسلام في الغوطة الغربية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. واقف واقف شوي واقف السيارة. يلا نور نور. الله أكبر. السوار يستعدون لاقتحام حائز المداجن المتاخم لقرية أرزي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الرمي على عصابة أسد بالرشاشات الثقيلة. هذا هو حاجز المداجن القريب من قرية أرزي الذي يحاول السوار اقتحامه الآن ضمن غرفة بدر الكبرى. السوار داخل إحدى النقاط القريبة جدا من حاجز المداجن قرب قرية أرزي. تم السيطرة عليه الآن والاشتباكات مستمرة للسيطرة على كامل المدجني. نعم نعم، السيطرة على كامل المدجني تقع قربي أرزي بين الشيح وأرزي وهي تحت أقدام المجاهدين. إن شاء الله غزوة بدر الشام الكبرى. إن شاء الله بإذن الله وجهنا إلى مطار حمل العسكري بإذن الله. إن شاء الله. بسرعة 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 محمد. بلا بالروسي شيخي يا شيخ بلا بالروسي. الله أكبر. المجاهدين الآن يحاولون اقتحام حائز المداجن قرب قرية أرزي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا أحد الأخوة المجاهدين على الحاجز. تم السيطرة على تل الشيحة والاشتباكات مستمرة في حائز المداجن. الله أكبر. لا يخربطوا بيك أبو خويا أبو عبد الله، يخربطوا بيك. هذا احد الاخوه على تل الشيحه. تعال دبوس دبوس تروح يا ابو تعال. تعال يا شيخ تعال.
الآن لواء العاديات يقوم بتجهيز مدفع البي 9 لدك مواقع الشبيحة وقوات الأسد على حاجز السرمانية. لا بحاجة شو؟ طلعت أحمر. عير درو عير على. اللي لعب نديم شوف هاي. زيبق زيبق. اللي شوفه. يلا جاهزين. يلا. يلا. شوف هادي. الله يلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لواء العاديات 18/8/2014 استهداف أحد مباني الشبيحة على نص الهدف بيجي نصه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. نزل نزل شو اسمه. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. شيل ضرب شيل ضرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيلق الشام لواء أسود الإسلام. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر والله الله أكبر. أبي سويها أبي سويها. مليان مليان أبو. كن الله رما. يقوم فوج المدفعية الأول باستهداف مدفع 57 على تلة حرفوش بصاروخ تاو استقبالا لمعركة. في دفن هندسة. أكبر. الله أكبر يا الله يا الله يا الله. رفع صوت الله. فضل طلع صوتنا رفعوها. الله أكبر الله أكبر بالهدف. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. يقوم فوج المدفعية استهداف مدفع 122 على تل الهش في نوى
بصاروخ تاو استكمالا لمعركة الإمام النووي الكبرى. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر. استهداف مدفع 122 عدن الريش بصاروخ تاو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم فوج المدفعية الأول باستهداف مدفع 122 على تبة حرفوش بصاروخ تاو استكمالا لمعركة الإمام النووي الكبرى. الله أكبر عزة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر عزة. استهداف مدفع 122 متواجد على تلة حرفوش في معركة الإمام النووي الكبرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب يا رب. الله أكبر. ما رأيت هزم العسكري. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفوج الأول المدفعية الجبهة الجنوبية. استهداف برجمات الصواريخ تلم حوران. الله أكبر. الفوج الأول المدفعية يستهدف تل أم حوران. الله أكبر. براجمات الصواريخ ضمن معركة الإمام النووي الكبرى. الله أكبر. تمهيدا لاقتحامه. الله أكبر. إصابات محققة. الله أكبر. الله أكبر. تمهيدا لاقتحامه. الله أكبر. الله أكبر. عندشمة. إصابات محققة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إصابات محققة في سفح. الله أكبر والعزة بالله. الله أكبر. قرب 50 متر. 50 متر. العاديات أثناء التوجه لضرب حاجز رمانية بمدفع البيت 9. الله اكبر، 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 الله اكبر. يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم سد رمي يا رب. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله اكبر والله الله اكبر ابي اسويها ابي اسويها ها مليان مليان ابو كويس روح ابو ما اخاف بسم الله والله اكبر يا رب يا رب يا رب الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تدمير مدفع 57 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فرقه 13 لواء المهام الخاصه تدمير مدفع 57 الله أكبر وما نصر إلا من عند الله الله أكبر من تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم الله أكبر الله أكبر وما رميت ترميت لكن الله أكبر الله أكبر وما رميت استرميت لكن الله رمى الله انت تاتي يلا الله الله اكبر الله اكبر قربوا يا جماعه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عالم الغماسي فات الغماسي عم قوس عليهم الله اكبر اشتباكات عنيفه تجري الان بين عناصر الجيش الحر وعناصر الشبيحه موالي للنظام الشبيحه لا تبعد 50 متر عن مكان الاشتباك لواء العاديات يقوم بالتصدي للطيران أثناء تحليقه فوق قرى جبل الأكراد لواء العاديات يتصدى للطيران الله أكبر لواء العاديات يتصدى للطيران الحربي أثناء تحليقه فوق جبل الأكراد لواء الله أكبر يا يوم يا يوم يا أربعاء
الرماديات يقوم بالتصدي للطيران الحربي أثناء تحليقه فوق كرة جبل الكراود. طيب 16 تابعة للواء السابع التابع للفرقة 101 مشاة واحد أب. الله أكبر الله أكبر يا الله يا الله يا الله يا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تدمير دبابه الله اكبر الله أكبر الفرقة 13 لواء المهام الخاصة الله أكبر الله أكبر طيب 16 تابعة للواء السابع التابع للفرقة 101 مشاة واحد أب. الله أكبر الله أكبر يا الله يا الله يا الله يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدمير دبابة الله أكبر العاديات 6/8/2014 تحضير للرمي مدفع بي 9 على كتف مريشو مقرب من قمة النبي يونس.
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله اكبر. فيلق الشام يقوم بدك حاجز المدرسة. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طبت وراني عتشوشي عتشوشي طلع ورا عتشوشي سيد يصير فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والعزة لله. تجهيز صاروخ كونكورد. يا شباب جيبوا حجار صغيرة. ليك ليك هم. يا عسكر رجع دبابي. استهداف دشمي على حاجز القياسات. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله اكبر. ياكل ياكل رجع هذا. قطع جريح، قطع جريح. هذا غيره، هذا غيره. زيرو بس، زيرو بس. عم بيحاولوا يسحبوا المصابين. قطع جريح. عم بيحاولوا يسحبوا المصابين. منطقة الحولي. اشتباكات بين عناصر الجيش الحر وقوات الجيش النظامي مشتبكون بالقرب من حاجز مؤسسة المياه. وطخ صور من هنا، تعال صور من ورا، من ورا تبين عليك. قوات النظام في مدى الروافض وبيوت تحتية الروافض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الا نلف اتجاه الشرق. من الغرب للشرق، من الغرب للشرق نكس، من الغرب للشرق. نفذ نفذ نفذ. الله اكبر. خرجوا على معرة النعمان. لك حش ولا تيمة هيك. رجالة وانا. الله اكبر. شباب انت شباب جوا. الله اكبر. الله شبيب ابو محمد شبيب. الله اكبر. وضعت وضعت كل غطي على زوج الحسن شباب. ما من فوق نمت بدحت سوا الله اكبر. لواء الناصر جبهه انصار جبهه ثوار سوريا تقوم بتحت الكرم. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. قدامي كلام. السلام. لك حش ولا تيمة هيك. رجالة وانا. الله اكبر. يا شباب انت شباب جوا. شباب جوا. زي العصافير.
مجاهدون جيش الإسلام يتصدون الاقتحام الجديد دير العصفور. تعال تعال. ها توكل على الله توكل على الله يلا 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 شو يلا محمد جهز هذا جهز هذا اطلع له اطلع له ضرب غطي غطي فوت لجوا ايه لا 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 مكانك بس ارفع زين ما غطي غطي ما له واثق من حاله يا شاهر اذا ما بدك ترميه ترى في ريموت غطي يا شاهر يلا يلا يا زلمه الدبابه مبين غطي غطي ريش
فوت فوت قرب يا فوت زمانك واسخ من حالك واسق بدي فوت جوا هدي خلي فوت على دشمي فوت اي اي على دشمي قدامك على دشمي قدامك يلا لا 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 يحرقك لا يحرقك النار لا اسع شو شاهر غطي غطي لا حول ولا قوة الا بالله حرقنا جنازتنا ما غطي شو شاهر لك يلا يا زلمة ابطع يعني ايه لا صوته لا يعني هرب شو شاهر احكيه لك هي هي كل شغلته ست ثواني شغلتك ست ثواني بتعجبع من على الصخر من برجع رجوع يلا يا شاهي انت عملية استشهادية يا عبادة خبرها حررها يا ولد المخزن كذا لا تصور ربيعك بس 23 يا اخي نزل باروتك يا اخي اوعى مش هنيك الله اكبر الله اكبر هاي كان الطلقه هاي عندك الجسم السميك المخزن غير المخزن غير المخزن غير المخزن يا اخي غير المخزون غير المخزن بس غير المخزن فين غير المخزن يا هدي خذ لك البارودة خذ منه خلص أحد مجاهدي لواء جند الرحمن يصاب برصاصة ويجرح الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة يا بطل الحمد لله على السلامة سال دمك في سبيل الله لا إله إلا الله سال دمك في سبيل الله الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة. سليم إن شاء الله. شو اسمك؟ زاهر. زاهر إيش؟ صلي بالك يا رجال ما صار. خير إن شاء الله خير. بس بلش نبلح مو بالعضلة. يلا بسيط خير إن شاء الله. ربوك. شباب بحمالة. بحمام ما بحمالة شيل بارك اضغطوا على الجرح ما يزم هو يسوي مني قوم ان شاء الله ما لحم سالم اوه لحاله يمشي مثل الابداع كله ما بمشي زحلي يا اخي لا تخلي يجي ذاك ما يطلع يلا امشي شيل تعال انا بدي تعال
الجيش الإسلامي الجبل السامي يقوم الهجوم معك على في مدينة دير العصافير. أويس على الطلب. الله اكبر غزوة بدر الشام الكبرى. الله اكبر ولا الله اكبر. يا ابو حمزه حيو كبر يا حاجي وين ابو زبير؟ ابو زبير مين ما موس كباس يا شباب؟ ابو زبير جاء رد شوي الله أكبر. قدامي كلام. خمس خزائن.